أعلن رئيس مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان المحامي عاصم الربابعة الاثنين تقرير المركز السنوي الأول عن التعذيب في الأردن. جاء هذا التقرير طبعا بعد 25 سنة وبعد 12 عام من العمل المتواصل من أجل تعزيز الجهود الوطنية التي تهدف إلى خلق بيئة طاردة للتعذيب، من أجل خلصمي الإجابة على مجموعة سؤالين أساسيين، أنه هل يمارس التعذيب في الأردن وهل هناك إفلات من العقاب في الأردن؟ الحقيقة هذا التقرير اعتمد منهجية يمكن أول مرة تستخدم في الأردن، هي منهجية القياس المعروفة باسم البيانات القائمة على أحكام الخبراء. طبعا تشمل البيانات القائمة على أحكام الخبراء البيانات المستخلصة من تقييمات مجمعة لحالة حقوق الإنسان بمساعدة عدد محدود وعينة من الخبراء. والسبب أنه اتبعنا هذه المنهجية أنه لا يوجد منذ عام 2013 لا يوجد أي زيارات بمعنى رصدية بهدف اللي هي الرصد والتحقق لأماكن الاحتجاز بالأردن، باستثناء طبعا الزيارات التي يقوم فيها المركز الوطني لحقوق الإنسان. طبعا احنا حاولنا يعني في هذه السنوات أنه طلبنا من الأجهزة المختصة القيام بزيارات اللي هي بتأخذ ضمن مفهوم الرصد، والهدف هو من هذه الزيارات اللي هي مساعدة السلطات على تقييم السياسات والتشريعات بما ينسجم يعني بما يهدف في الأخير اللي هي خلق بيئة احتجاز طاردة للممارسات التي قد تدخل ضمن مفهوم التعذيب وسوء المعاملة. للأسف احنا منذ عام 2013 لا يوجد أي زيارات بمعنى زيارات رصدية، زيارات مستقلة لأماكن الاحتجاز نستطيع من خلالها أن نستخلص معلومات وتحقق من بعض الادعاءات التي وردت سواء في شكاوي قدمت للمركز أو لمنظمات حكومية أردنية حول موضوع التعذيب في الأردن. الربابعة قال أن هناك ارتفاعا لحالات التعذيب في الأردن، إلا أنه لن يستطيع الإفصاح عنها لعدم اكتمال التحقيقات في بعضها، إضافة إلى عدم ثبوت التعذيب بعدا لحالات أخرى، وأكد أن تلك الأرقام والنسب سيتم الكشف عنها في التقرير السنوي القادم. هو وجود يعني تعدد خنسميه حالات الوفيات تحت التعذيب في الأردن، وهي ظاهرة بالمناسبة لم تكن مشهودة في الممارسات خنسميه التعذيب في الأردن. يعني يمكن آخر بتذكر الحالة اللي كانت واضحة قبل عشر سنوات، كانت يمكن آخر حالة وفاة تحت التعذيب، لكن في السنوات الخمس الأخيرة هناك في عدة حالات وفاة يعني كانت تحت ادعاءات انه هؤلاء الحالات تعرضوا للتعذيب. يمكن احنا استطعنا ان نوثق اربع حالات، ثلاثه منها يمكن منظوره كانت فيه قضايا نظرت امام محكمه الشرطه، وقضيه يمكن لم تحال للمحكمه، يمكن حتى مساله التحقيق فيها تم او لم، يعني لا يوجد معلومات حول السياق القانوني للتعامل مع هذه الحالات. وبين الربابعة أن التقرير السنوي جاء بعد مرور 25 عاما على الانضمام الأردن إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، لافتا إلى عدم وجود أي زيارة رصدية مستقلة للسجون الأردنية منذ العام 2013 باستثناء الزيارات التي يقوم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان. حازم السردي، الحقيقة الدولية.